قمتي والنوم والدسم. نعم ليس شهر رمضان. يا شهرنا رمضان، يا شهرنا رمضان، يا بهجة الأزمان، يا بهجة الأزمان، فرحتنا أسعدتنا، فرحتنا أسعدتنا، شرفتنا رمضان، آنستنا رمضان، ففيك النور لاح وزين البلدان، ففيك النور لاح وزين البلدان. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً من أنبيائه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. ها نحن أحبابنا الكرام على موعد أيام من بدء صيام شهر رمضان، فرمضان موعد مع طاعة الله ومناسبة للتزود بما فيه رضا الله. رمضان شهر هو سيد الشهور، رمضان فيه ليلة الليالي، ليلة القدر العظيمة، رمضان شهر تطهير النفوس من الشوائب والأدران، رمضان شهر البركة والرضا، رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، رمضان شهر المواساة، شهر الإطعام، شهر قراءة القرآن، شهر العبادة والاعتكاف في المساجد، وليس شهر الطعام والشراب، وليس شهر التخمة والنوم والكسل. نعم ليس شهر الطعام والتوسع في المستلذات. رمضان شهر الزهد، والزهد هو قطع النفس عن اتباع المستلذات. فاعزم في قلبك أخي المسلم أن تقتدي في رمضان في هذا الشهر العظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشغل فكرك بما ستأكل عند الإفطار، بل أشغل فكرك في أي مسجد ستحضر لدرس ديني، لمجلس وعظ أو ذكر، ولصلاة قيام رمضان. وتذكر قول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لذة تشغل الإنسان عن الأمور المهمة. فعليكم بطلب علم الدين من أهل المعرفة، ولا تجعلوا جل أوقاتكم لأمور الدنيا فقط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا مزرعة الآخرة، فهلا أحسنتم الزرع حتى تسعدوا بالحصاد؟ وأيام هذه الدنيا مهما طالت فإلى نهاية، وأنفاسنا مهما كثرت فهي معدودة. والذكي أيها الأحبة، من جعل آخرته عامرة بالعمل الحسن، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. أيها الأحبة المؤمنون، لا تستسلموا للهوى وللنفس الأمارة بالسوء، وإياكم والغفلة التي تؤدي بكم إلى غياهب الجهل والمعاصي.
نوروا قلوبكم بنور علم الدين وبنور التقوى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونوروا قلوبكم بنور الاستغفار، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. ها هي أيام رمضان المبارك قد أشرقت، فلا تفوتوها بدون عمل عظيم يكون ذخرا لكم للآخرة. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. شمروا عن سواعد الهمة واحضروا مجالس أهل العلم الصادقين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وكونوا مع الصادقين. ربنا إنك عالم بأحوالنا فأصلح لنا حالنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رباه ارزقنا حسن الختام ورؤية ولقاء خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا صومنا واغفر لنا ذنوبنا. صيام شهر رمضان فرض واجب، وهو من أعظم أمور الإسلام، كما يدل على ذلك حديث جبريل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الآن لأجل كلمة فيه، أن جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: أخبرني عن الإسلام، يعني قل لي يا محمد ما هي أعظم أمور الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الخمسة، ومن الخمسة صوم رمضان. صوم رمضان يعني صوم كل شهر رمضان من أوله إلى آخره. فحري بنا أن نشرح لكم أحبابنا الكرام كتاب الصيام من كتاب القول الجلي للعالم العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه، لأهمية هذه العبادة العظيمة، حيث يجب على كل مكلف أن يؤدي هذه العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. فالصيام وهو إمساك عن المفطرات كل النهار بنية وعلى وجه مخصوص. الصيام لغة الإمساك، أما شرعا في اصطلاح الفقهاء الإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة من الفجر إلى المغرب. والأصل في وجوب الصيام قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فإن الصيام عبادة عظيمة، يكفي في بيان فضلها الحديث القدسي الذي رواه البخاري: كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهو أحد أهم أمور الإسلام كما جاء في حديث الشيخين: بني الإسلام على خمس، وعد منها صوم رمضان. وبالحديث القدسي: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أخرجه البخاري.
وهو أفضل الشهور، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر، وكما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، وكما أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. شهر رمضان هو أفضل شهر في العام، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مباركا، لذلك تعود الناس أن يقولوا شهر رمضان المبارك، يعني فيه بركة، فيه زيادة خير. وقد نقل الإجماع على وجوب صوم رمضان الحافظ أبو بكر بن المنذر، ففرضية صيام رمضان جاء بالقرآن والحديث والإجماع، فهذه مصادر التشريع، هذه الثلاثة نصت على وجوب صيام رمضان على المكلفين. قال الإمام الحافظ المحدث المجتهد عبد الله الهرري: فصل في بيان أحكام الصيام وما يتبع ذلك. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه: يجب صوم شهر رمضان بشهادة عدل. من هو العدل؟ أن يكون مسلما، ذكرا، حرا، يجتنب الكبائر، غير مصر على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله. والمراد هنا بالعدالة العدالة على الظاهر. هذا العدل لابد أن يقول: أشهد أني رأيت هلال شهر رمضان. فإن قال العدل ذلك ثبت الصيام في حقه وفي حق غيره. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا من أولياء الصحابة وعلمائهم، ورد في حديث رواه البخاري ورواه ابن حبان، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر رجل صالح، جاء إلى النبي فقال أنه رأى الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، لأن الذي أخبره بذلك اكتملت فيه الشروط، وهي أنه مسلم، ذكر، حر، بالغ، ثقة، عدل. قال: عدل شهادة حتى يخرج عدل الرواية، لأن المرأة لا تقبل شهادتها في إثبات رؤية هلال رمضان. وليس المقصود من ثبتت عدالته عند القاضي، إنما المراد من كان ظاهر العدالة بحسب الظاهر عدل ولو لم تثبت عدالته عند القاضي. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه: أنه رأى هلال رمضان، يعني بالعين المجردة، أما الحساب لا عبرة به. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه: أو باستكمال شعبان 30. كيف يعرف ابتداء شهر رمضان؟ بأحد أمرين، اثنين: الأول إما برؤية الهلال، أما الثاني استكمال شعبان 30 يوما. بأحد هذين الأمرين يعرف ابتداء رمضان، يعني بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، المسلمون في كل بلد، في كل ناحية، لا بد أن يخرجوا لمراقبة الهلال. هذه الأيام هذا الأمر ضيعه كثير من الناس. فرض أن يكون في كل بلد، مثل مدينة بيروت، مثل مدينة طرابلس، مثل مدينة صيدا، لا بد في كل بلد من هذه البلاد أن يكون من يراقب الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، ليس كما يفعلون هذه الأيام. بعض المشايخ يجلسون في غرفة ويتجمعون على الراديو ويتسمعون ماذا تقول الإذاعات، ليس هكذا مراقبة الهلال.
مراقبة هلال رمضان يعني بأن يخرج الإنسان إلى مكان يستطيع أن يرى منه الأفق الغربي، الأفق الذي تغيب في جهته الشمس، فينظر بعد غروب الشمس هل يظهر هلال رمضان أو لا يظهر. هنا احتمالان: إذا خرج الشخص أو الناس لمراقبة الهلال احتمالان، إما أن يكون هناك ضباب أو غيم أو غبار أو نحو ذلك يمنع من الرؤية أو لا. إن كان هناك ما يمنع الرؤية عند ذلك اليوم التالي لا يعتبرونه من رمضان، يكون 30 من شعبان. لو قيل مثلا: على حسب حساب الفلكيين الهلال يظهر لولا هذا الغيم، كنا رأيناه، لا ينظر إلى هذا، عبادتنا صيامنا ليس مربوطا بأمر حساب الفلكيين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ربطه بذلك، هذه الحسابات حسابات سير القمر كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا جديدا عرفه الناس هذه الأيام. بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون: نحن في زمن تقدمت فيه التكنولوجيا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا يعرفون هذه الحسابات، لكن في شرعنا ابتداء الصوم ليس مربوطا بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني نحن لا نعتمد في أمر الصيام لا على كتابة ولا على حساب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية قصد الغالب على المسلمين في ذلك الزمن، ولم يكن كلهم أميين، بل كان بينهم من يحسن الكتابة وغير ذلك. سيدنا علي كان يكتب، وسيدنا عثمان كان يكتب وغيرهما، لكن عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغالب علينا عدم الكتابة، ثم قال: لا نكتب ولا نحسب. ماذا يعني؟ هل كانوا لا يعرفون الحساب؟ ما كانوا يعرفون أن الواحد زائد واحد يعني اثنين؟ بلى. ما كانوا يعرفون أن الشهر يكون كذا ويكون كذا؟ بلى. ما كانوا يرون الشمس تطلع وتغرب فيعرفون أن اليوم انقضى؟ بلى. إذن ما معنى لا نكتب ولا نحسب؟ لا نكتب ولا نحسب أي لا نعتمد على الكتابة ولا نعتمد على الحساب لتعيين أوائل الشهور، أي ولا انتهائها. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر القمري قد يكون 29 وقد يكون 30. ماذا قال النبي؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال صوموا لرؤيته أي صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال، فإن غم عليكم إن لم تروه لوجود ضباب أو رمل أو نحو ذلك أو لم يكن شيء من هذا فلم تروا الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30. عند ذلك أكملوا شعبان 30 يوما. هذا الحديث حديث صحيح ثابت رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه غيره كثير من أهل الحديث. الإمام أحمد رضي الله عنه رواه، والترمذي رواه، وأبو داود رواه. هذا الحديث يدل صراحة
على أننا إن لم نرى الهلال ماذا نفعل؟ نستكمل عدة شعبان 30. نحن قوم قبلنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناه على الرأس والعين، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا منهي عنه، رضي من رضي وأبى من أبى. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك المسلمون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، فإن رؤي الهلال عند ذلك عند أهل البلد التي رؤي فيها الهلال يصومون اليوم التالي على أنه من رمضان. إذا رؤي الهلال ماذا يعني؟ إذا ثبتت رؤيته عند القاضي الشرعي الذي هو قاض بحق الذي يعرف أحكام الشرع. هل يكفي شاهد واحد من شاهد؟ لا بد من شاهدين، إلا في رمضان احتياطا للعبادة يكفي شاهد واحد. كل شهر من الشهور القمرية مراقبته فرض كفاية. في رؤيته إذا شهد رجل عدل يعني ليس عبدا، إذا شهد رجل عدل أنه رأى هلال رمضان القاضي يحكم بأن اليوم التالي هو أول أيام رمضان. عند ذلك كل أهل البلد عليهم أن يصوموا، والبلاد القريبة منهم أيضا عليهم أن يصوموا. البلاد التي تطلع الشمس وغروبها فيها في نفس الوقت كوقت هذه البلد يأخذون برؤية هذا البلد. يعني إذا رؤي الهلال في مدينة بيروت أهل يجب عليهم الصوم أيضا. لماذا؟ لأن الشمس تطلع في نفس الوقت تطلع وتغيب فيه في بيروت، وهكذا. أما أهل دمشق لا يجب عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يروا لأنفسهم، لأن أهل كل بلد يرون لأنفسهم. مولى ابن عباس لما ذهب إلى دمشق في عهد معاوية فأخبر ابن عباس قال أنهم رأوا هلال رمضان، قال ابن عباس هم يصومون على حسب رؤيتهم ونحن نصوم على حسب رؤيتنا. هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ابن عباس رضي الله عنه ما أخذ برؤية أهل دمشق. لماذا؟ لأن المشارق والمطالع ليست واحدة. لذلك بعض الأئمة ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه قالوا أهل كل بلد يصومون على حسب رؤيتهم. وبعض الأئمة سهل في هذا، منهم الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين وثبتت الرؤيا يجوز لأهل البلاد الأخرى الذين عرفوا برؤية الهلال في هذا البلد وثبوته أن يصوموا. فالمسألة خلافية، من أخذ بقول الشافعي ومن وافقه لا حرج عليه، ومن أخذ بقول أبي حنيفة ومن وافقه لا حرج عليه. أمر الصوم يعتمد فيه على خبر العدل. من هو العدل؟ يعني المسلم المجتنب للكبائر لا يصر على الصغائر متخلق بأخلاق أمثاله. إذا شهد رجل مثل هذا أنه رأى هلال رمضان يؤخذ بشهادته وإلا فلا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وأما هؤلاء الذين يعملون بالحساب فقالوا: بل نصوم رأيناه أو لم نره، غم علينا أو لم يغم، لطالما أمرنا الفلكي بذلك. وروى مالك وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، أي بغالبنا، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، أي من ابتداء رؤية هلال شعبان. والمراد بالرؤية بالعين المجردة. يجب الصوم باستكمال شعبان 30 يوما، يعني لا بد من الرؤية بالعين، رؤية هلال شعبان يعني بالعين المجردة، أو برؤية عدل، عدل شهادة يعني بالعين المجردة. كل الأهلة مراقبتها فرض كفاية. قال العلماء: تراء الهلال من كل شهر، لأنه يتعلق به أحكام عدة، يتعلق بذلك صوم رمضان وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها أو عدة الطلاق والزكاة والوقوف بعرفة. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو التالي: يراقب الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، فإن رؤي الهلال كان اليوم التالي أول رمضان، وإن لم يرى الهلال يكون اليوم التالي 30 من شعبان، والذي بعده هو أول أيام رمضان. على ذلك درج المسلمون في كل بلاد الدنيا، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا، وأنه لا التفات إلى أقوال أهل الحساب والفلكيين، لا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه. بعض الجهال استدلوا بالآية: وبالنجم هم يهتدون، وهذا معناه أن المسافر والذي ضاع في البحر أو في البرية أو في الجبل أو في الوادي يعرف جهات البلاد من النجوم، فإن كان يريد المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب يعرف هذا من نجمة القطب الجنوبي فيتجه إلى الشمال، أو من نجمة القطب الشمالي فيتجه إلى الجنوب. إذن هذه الآية الكريمة: وبالنجم هم يهتدون، هذا للمسافر الذي يريد معرفة البلد التي يقصدها، وليس معناه أنه يؤخذ بقول المنجمين لمعرفة دخول وقت الصيام وانتهاء الصيام، ليس هذا معنى الآية. وسنذكر أقوال العلماء من المذاهب الأربعة بعدم الاعتماد على الحساب بثبوت شهر رمضان. قال المارزي من الشافعية: قالوا الفقهاء يعني، ولا يجوز أن يكون المراد بحساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما تعرفه جماهيرهم، انتهى. ونقله النووي وأقره، وقال في الروضة:
لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره، انتهى. وقال الحافظ ولي الدين العراقي: إن جمهور أصحاب الشافعي على ذلك، وإن الحكم يتعلق بالرؤية دون غيرها. وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: كيف يرجع إلى قول الحاسب والشارع الحكيم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولو كان الحساب مدركا شرعيا للصوم والإفطار لما أهمله الشارع، بل أشاد بخلافه، انتهى. وقال شهاب الدين الرملي الشافعي في فتواه المشهورة في معرض كلامه عن ابتداء تحديد شهر الصيام: إن الشارع لم يعتمد الحساب، بل ألغاه بالكلية بقوله: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، انتهى. وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر، وهي من أشهر كتب السادة الحنفية، قوله: لا عبرة في قول الموقتين، أي في وجوب الصوم على الناس، بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه. وقال أيضا في الحاشية: صرح أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر رؤيته ليلا، وأنه لا عبرة بقول المنجمين، انتهى. وفي كتاب الشرح الكبير في مذهب الإمام مالك ما نصه: ولا يثبت رمضان بمنجم، أي بقوله، انتهى. وفي حاشيته لشمس الدين الشيخ محمد بن عرفة ما نصه: قوله لا بمنجم، وهو الذي يحسب قوس الهلال، هل يظهر تلك الليلة أو لا، انتهى. وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن نواه، أي صوم يوم 30 من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم وقتر، أي غبار ونحوه، كأن صامه بحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما، أو مع صحو فبان منه، لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا، انتهى. لا تثبت رؤية هلال رمضان بالمنظار، ومن قال تثبت هذا يغلط. أما إن رآه بالمنظار ثم نظر إليه بعينه، أي أبعد المنظار ورآه بعينه، فقد ثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام من غير مراعاة الرؤية أو استكمال شعبان 30 عند عدمها، وعد ذلك تقدما لرمضان ومنع منه. روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على المجلس الأول لشرح كتاب الصيام من كتاب القول الجلي، حل ألفاظ مختصر الشيخ عبد الله الهرري. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأداء الواجبات والتزود من الخيرات في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.